يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المنهجية الصحيحة عند دراسة التفسير؟ كيفية التدرج في كتب التفسير؟ وهل يلزمني أن أحفظ معاني الكلمات الموجودة في هذه التفاسير أو يكفي الاطلاع فقط دون حفظ؟ الحفظ طيب، إذا تيسر الحفظ هو طيب، وإذا لم يتيسر فالاطلاع وتكرار القراءة يرسخ المعلومات في ذهنك. وتخير التفاسير الصحيحة، تفاسير السلف، كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن. نعم.